كابتن حسام عاشور، الكابتن عمرو السولية، كريم ميدفيد لما بيكون موجود في نص الملعب وغيره من النجوم اللي موجوده. حمدي فتحي كان بيفكر في ايه اول ما جه النادي الاهلي، وازاي ان هو يحصل على فرصه ومن خلالها يبدا الانطلاقه الحقيقيه بص، لحمدي؟ انا كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، فالحمد لله بعد ما بقيت موجود في النادي الاهلي، لا يعني حطيت في دماغي ان انا لازم افيد النادي الاهلي. ان طبعا المنافسه قويه جدا، في لعيبه محترمه يعني في مكاني، فلازم اموت نفسي. يعني انا كنت بتمرن في انبي 100%، لازم في الاهلي اتمرن 200%، وكلها في الاخر يعني منافسه شريفه ولصالح النادي الاهلي، اللي حق يلعب، واهم حاجه مصلحه النادي الاهلي. حمدي، انت لعبت مع فريق انبي، هل لعبت معاه ماتشات افريقيه في ولا ما كانش فيه؟ لعبت طيب في الكونفدراليه. طيب اكيد وانت مسافر كنت بتشوف ردود الافعال على فريق انبي وهو مسافر في المطار وهو بيوصل البلد، لكن انت ما لعبتش دوري الابطال، وبالتالي اول معسكر ليك انت قلت بعد ما مضيت في النادي الاهلي سافرت الجزائر على طول. مظبوط. في اول سفريه اكيد كان ليها رد فعل مختلف بقى، وسفر طبعا مع النادي الاهلي ومعسكر استعداد في المطار بشكل معين، بتوصل البلد اهتمام غير طبيعي بالنادي الاهلي، الاسم الكبير جدا في افريقيا، الجمهور المصري اللي بيقابل النادي الاهلي، ده كله بقى كان جديد عليك، لكن انت ازاي قابلته وازاي اتعاملت معاه؟ بص، انا تقريبا دخلت النادي الاهلي في اول فتره، لا مش مصدق يعني، كنت باجي اتمرن وبتمرن عادي، بس مش طب معلش انا لازم اقطعك عشان معانا تليفون مع واحد من اللعيبه اللي انت بتحبها وانا بحبها جدا جدا، ويعني وبهدلني في معسكر اسبانيا، ما سابنيش غير لما كل شويه يعني يا عمر هات لي حاجه فلانيه، حاضر يا كابتن، اروح هات لي حاجه فلانيه، حاضر يا كابتن. هو الجوكر كابتن احمد فتحي. يا كابتن احمد مساء الفل وبرحب بيك ومنورنا. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد كله تمام، منورنا يا كابتن. الحمد لله يا كابتن، انت عامل ايه؟ شفتكش من زمان. ما شافكش من زمان بيقولك. يعني من 3 4 ساعات بس، او 5 ساعات كده. 5 ساعات. يعني معانا اخوك الصغير الكابتن حمدي فتحي جوكر، فاكيد طبعا ما ينفعش يكون موجود معانا وما يكونش موجود مثل وقدوه ولاعب كبير بحجم الكابتن احمد فتحي وما يكونش موجود معانا على التليفون. فعايز اعرف منك بقى رايك في حمدي فتحي، وكمان ربنا كرمه وبدا يبقى اساسي في الفريق، فانا عايز اعرف كده انطباعك عنه وانطباعك عن شخصيته وتعاملك معاه. بص، هو شخصيته بصراحه شخصيه من الشخصيات المحترمه جدا لنجوم النادي الاهلي، يعني من احسن الناس الواحد يتعامل معاها هنا. تمام. دي حاجه. ثانيا، انا بقى كنت معترض على حمدي فتحي لما يجي النادي احسن. بجد؟ دي حاجة أول مرة، ولا أول مرة حد يعرفها. كان معترض إنك تيجي الأهلي، أول مرة بيعترف معانا أهو. مش اعتراض أكتر ما هو، قلت عندنا لعيبة في نص ملعب كتير، احنا هنجيب حمدي فتحي ليه؟ وبعد كده لما جه بقى دلوقتي هو من أحسن اللعيبة بصراحة اللي موجودة بصراحة. ربنا يخليك. يعني الموسم ده هو احنا لعبنا 4 ماتشات، هو أحسن واحد في الفرقة بصراحة. ربنا يخليك. يعني أنا بقول كده دايما في ظهره. بس دي شهادة كبيرة قوي يا جوكر، دي شهادة كبيرة قوي 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 يعني. ايه؟ دي شهادة كبيرة قوي. ليه؟ دي شهادة كبيرة منك. طبعا. الصراحة لا، بص كل واحد ده طبيعي يعني، كان هو في ال4 ماتشات واحنا في مصر في ال4 ماتشات. عندنا 4 أو 5. ثانيا، يعني حمدي من الناس اللي يعني أنا بحبه حتى في التمرينات، تلاقيني أول واحد في التقسيمة، كابتن يوسف بيقول لي اختار حد، تلاقيني أول واحد واخده. من اللعيبه اللي هو على طول بيتمرن كويس، وانا بحب من اللعيبه دي. ما انا كنت لسه هسالك، انا عارف انك من اللعيبه اللي دايما بتقضي التمرين زيها زي المباريات بالظبط، فهل حمدي شايف ان في الحته دي؟ لا، حمدي اتمرن هايل الصراحه، من احسن اللعيبه بتمرن الصراحه. يعني من يعني انا مش عايز بس عشان اتكلم على صفقات كثيره، بس يعني من احسن الصفقات احنا جبناها السنه اللي فاتت هو الصراحه. ربنا يخليك يا جوكر. لعيب مجتهد، لعيب عايز يعمل حاجه، ما بيتكلمش كتير، كل الناس بتحبه، ودي عنده يعني دي بتبقى مميزات. وانا احب دايما لعيب ما بيحبش يتكلم كتير، ما يعملش مشاكل، اللي يتمرن وهو يكون عارف يعمل ايه، فدي بتديله ميزه يعني. هلا كابتن احمد، حمدي بيجي يتكلم معاك، بياخد رايك، ممكن تنصحه بعض النصايح في حتى من اول ما جه لحد دلوقتي، بما انك يعني قيمه وقامه كبيره داخل النادي الاهلي. عمر من سمعك كويس. هل يا كابتن احمد ان حمدي بيجي لك بياخد نصيحه منك، او انت بتنصحه وبتتكلم معاه بما انك قيمه ولاعب دولي كبير في النادي الاهلي؟
لا انا لا انا حدي لا انا لو شايف حاجه عايز اقولها له ده هي. لو شايف حاجه في حاجه ممكن هو عملها ملهاش قصر او مش مقصر او حاجه كويسه اكيد بقولها، لكن حمدي زي ما قلت لك من الناس المقربين جدا ليا، يعني انا ما بكونش على نفسي يعني بسرعه، يعني يعني شويه شويه كده، لكن هو من الناس اللي انا بحبها جدا. ان شاء الله كده يا رب اشوفه كده منتخب مصر وكسر الدنيا وحقق اللي هو عايزه كله، ويفضل كده على طول، يعني طول ما هو هيفضل يمشي كده وهيجتهد هو يتمرن كده كويس، وهتلاقيه واخد مكانه في الفرقه، وده طبيعي يعني. اي حد بيجتهد وبيتعب ربنا يكرمه. هل شايف يا كابتن فتحي ان 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 حمدي ممكن يكون ليه دور مؤثر في المنتخب الوطني خلال الفتره اللي جايه؟ هو لو هو بص انا يعني انا لو انا موجود في الجهاز يعني انا اول واحد. خلاص يبقى هنعينك في الجهاز يا كابتن. خلاص يبقى هنعينك في الجهاز. لا مش هتعين دلوقتي، استنى شويه. استنى شويه صح؟ خلاص ماشي. هو يعني اتمنى اللي هيجي وحمدي لو فضل من نفس المستوى ده يعني ان شاء الله يروح، يعني هو ماشي كويس، واقول لك هو احسن واحد في الفرقه في الماتشات اللي فاتت دول، فربنا يكرمه الفتره اللي جايه ويفضل كده على طول. و انا ما اعرفش اللي جاي ايه، يعني ممكن يبقى دور ليه دور ان شاء الله مؤثر زي الناس قبل كده اللي لعبت يعني. طيب حمدي، يعني كابتن فتحي كلام محترم جدا، فانا عايزك ترد عليه. انا بشكره طبعا، اخويا الكبير هو يعني بص زي ما قال لك، انا هو لما بيبقى في اي حاجه نقصاني او اي حاجه عايز يقولها لي بيقولها لي، هو احسن حاجه ان هو صريح يعني، ومن الناس اللي انا بحبها جدا وانا بحب اتمرن معاها، حتى زي ما قال لك انا في التقسيمه بحب العب معاه عشان هو في التمرين زي الماتش، انا بحب الناس دي. فانت بقى انت شايف كابتن احمد فتحي بيتمرن كده، بيتمرن احسن من ما بيلعب، فالطبيعي ان انت هتموت نفسك يعني. انا بشكره وبجد يعني اخويا الكبير يعني. كابتن احمد بتهزر بقى مع حمدي كده الهزار بتاعك، ولا حمدي لسه يعني لسه جديد فانت يعني تقلان عليه شويه؟ لا انا بهزر مع كل الناس يا عمر، ما تديش انطباع عن حمدي يا كابتن احمد. انا عارف انا بحب اهزر، بس يعني يعني مش كل وقت بيبقى هزار يعني. صح؟ لا انا عارف. لا بس بس يا كابتن احمد عايز اقول لك على حاجه، انت برضه من الناس اللي يعني الناس واخده انطباع عنها انك جد جدا، بس انت بره الملعب انت حاجه تانية خالص، يعني دم خفيف وهزار وضحك وتنكش ده وتهزر مع ده، فيعني دي شهاده بصراحه يعني، فانت من الناس اللي دمها خفيف. لا مش قوي يعني، دمها خفيف قوي. والله دمها خفيف، ده انت في اسبانيا مرمطتني يا كابتن. لحد انا مراتي بتقول لي ولادي النهارده حمدي فتحي ده اخو بابا. اخو بابا؟ وبعدين قالوا لنا لا ازاي يعني، ده ما نعرفوش، ده هو ما عندوش غير اربعه بس، هم اربعه. اقنعهم يا جوكر، اقنعهم يا كابتن. اتبناه؟ طيب اتبناه، معلش اتبناه، خده معاك. معلش معلش ايه؟ بقول لك اتبناه معلش، هو بقول لك معلش يعني، حاول تقنعه. انا بقول لهم لا، ده مش هو اسمه حمدي فتحي ولا اسمه احمد فتحي، يبقى ده اخويا. ما مش مقتنعين، بس هنقنعهم ونقنعهم. شرف لي والله جوكر حبيبي، ربنا يبارك. ربنا يخليك يا كابتن فتحي، ويعني دايما بنتشرف بوجودك، ونتمنى ان انت تكون موجود معانا في يوم من الايام في قناه النادي الاهلي، علشان انت مقدارك كبير جدا عند الجمهور وعندنا كلنا، واحد من اللعيبه اللي بنعتز بيها دايما في اي مكان، سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. بشكرك يا كابتن احمد على وجودك معانا، وعلى يعني تلبيه ندائنا ان حضرتك تكون موجود مع يعني اخوك الصغير النجم اللي ان شاء الله يكون يعني متألق في النادي الأهلي ومنتخب مصر، هو الكابتن حمدي فتحي. بشكرك يا كابتن أحمد، شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا كابتن أحمد، شكرا. الله يسعدك.